مسكني من شعري وجاء تسكب، وجاء المشكلة كان بيسكب وهو بيضحك، الابتسامة كانت في وشه، كان يسكب، كان يشكي يسكب لداخل عيوني الاثنتين، بس غطت على عيوني وكنت بحساد العين لو ما دخل فيها. وطلعت للجبا، خرجت وأنا أصيح للجبا، هو بز نفسه وهرب، مدري كيف خرج، مدري كيف، بس زيت نفسي للجبا عشان انتحر. هو قصدها أمي يعني إني تسترني، يعني بعد ما تموت إنه ما عدا قاليش حد، يعني قالت يمكن ما حد يقف جنبها، أختها مزوجة ومدري إيش، يعني حاولت تستر علي. تخيل مربوطة من الطاقة وطولها صدق طول، أدخل للمطبخ أطبخ أنظف أغسل أصب لهم أكنس، هذا أدخل غرفة طبينة يرقد ورجلي هذيك مربوطة، يعني كنت عايشة عيشة مش زوجية، كنت عايشة عيشة عبدة.